إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أظنكم انتهيتم من العبادات وتوقفتم عند البيوع، فقه ترتيب كتب الفقه. الفقه كان بيجمع ما بين العبادات والمعاملات، فقدم المصنفون كتاب العبادات ونظروا في العبادات وجدوها صلاة وصيام وزكاة وحج، فنظروا في أهمها وجدوا أهمها كتاب الصلاة، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن صلاته، فبدأوا بكتاب الصلاة. ولما كانت الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، والطهارة شرط في صحة الصلاة، بدأوا بكتاب الطهارة. ولما كانت الطهارة لا تكون إلا بالمياه، فبدأوا بكتاب الإيه؟ المياه. هكذا يعني، هكذا كان الترتيب. وبعد العبادات تأتي المعاملات، العبادات توقيفية، اللي اخترع عبادة يسمى اختراعه بدعة، فالبدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها زيادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي يتعبد لازم يجيب دليل على عبادته، لازم يجيب دليل، لأن العبادة توقيفية. أما المعاملات فالأصل في المعاملات الإباحة، الأصل في العبادات الإباحة، إلا ما جاء تحريمه بنص. كل أنواع المعاملات مباحة ما عدا ما جاء فيه تحريم بنص. لما ابن حزم قال كتاب القراض ليس عليه دليل، اسمه يسمى قراض ويسمى مضاربة، والقراض غير القرض. المضاربة أن يساهم رجل بماله أو يشارك رجل بماله والآخر بالعمل على أن يكون الربح إيه؟ بينهما، على أن يكون الربح بينهم، زي المشاركة. المشاركة مجموعة بيشتركوا بالمال برأس المال ويشغلوا برأس المال المجتمع ده في تجارة، معروف المضاربة. فقال ملهاش دليل. الشيخ الألباني قال له الأصل في المعاملات الإباحة، وجاء الإسلام والمضاربة موجودة في جزيرة العرب، كان موجود المشاركة وكان موجود الإيه؟ المضاربة. لما أحد أبناء عمر بن الخطاب جاء من الشام محملاً بمال من عامل عمر على الشام، فواحد قال لابن عمر إيه اللي هو بيحمل المال عشان يوصله للمدينة المنورة لدار الخلافة؟ قال له خد بضاعة، خد إيه بضاعة،
ولما توصل المدينه بيعها، وبعدين رجع راس المال وخد انت الربح. فعمل كده فربح. فلما جه لعمر بن الخطاب قال له المال وما عليه من زياده كل يدخل البيت المال، ده انت موصل امانه ما انتش تاجر. فواحد قال له يا امير المؤمنين هل جعلته قراضا؟ اديله نص الربح عشان هو اشتغل في المال ده ونص الربح البيت المال. فوافق سيدنا عمر ان يجعله ايه؟ قراضا. يبقى المعامله حتى ولو مش منصوص عليها بحديث، فثبت من احوال الصحابه انهم تعاملوا به، وان الاسلام جه وجد هذه المعامله فاقرها. ده كل ده شاهد على ايه؟ شاهد على ان المعاملات الاصل فيها الاباحه الا ما جاء تحريمه بنص. كتاب البيوع، قال الله تعالى واحل الله البيع، والبيع معاوضه المال بالمال لغرض التملك، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، يا إما يكون ملكه يا إما يكون وكيل عن البائع مأذون له فيه أن يبيعه، يعني ممكن يكون وكيل. والبيع له شروط كثيرة، من هذه الشروط أن يكون إيه؟ مملوكا. فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح. صورت. فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، إسناد صحيح رواه أبو داود وصححه الألباني. يعني ما لا تملك، لأنه ذكره جوابا له حين سأله أن يبيع الشيء ثم يمضي ويشتريه ويسلمه. والاتفاقين على صحة بيع ماله الغائب عنه. ولأنه عقد على ما لا يقدر تسليمه، أشبه بيع الطير في الهواء أو السمك في الماء. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد، لما أقول لك وعنه يعني رواية أخرى، أنه يصح ويقف على إجازة المالك لما روى عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار في الطريق ورجع بإيه؟ بشاه ودينار. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاه وأخبرته، فقال بارك الله لك في صفقة يمينك. بسبب الدعوة ديت كان إذا باع التراب ربح فيه. عروة البارقي النبي قال له اشتري لي شاه، فاشترى شاتين بالدينار وباع واحدة بدينار ورجع بدينار وشاه. ده فيها دليل على ايه كمان؟ على ان الوكيل بيعمل لمصلحة موكله مش لمصلحة ايه؟ نفسه. كثير من الناس يوكل في شراء شيء يقوم واخد الزيادة له، ينفع؟ ما ينفعش. اقول له انت وكيل
ولا تاجر؟ يقول لا وكيل. اقول له رجع ده وده لصاحب لمن وكلك. لما تحب تبقى تاجر تقول لي اللي وكلك انا ببيع لك مش بشتري لك، بقى انا اللي ببيع لك عشان يعرف انك هتكسب من وراه. كثير من اهل الصنائع صاحب الملك يقول له خد اشتري لي كذا واشتري لي واشتري لي واشتري لي، التاني يروح يشتري ويتاجر عليه، يبقى عمل نفسه تاجر وصنايعي في نفس الوقت، يربح من من انه يكون صنايعي ويربح كمان من يكون ايه تاجر. وفي ذهن اللي كلفه وفي ذهنه هو انه بيوكله، بيقول له اشتري لي، ما بقولوش بيع لي، اشتري لي. مش ده نص على الوكاله؟ نص على الوكاله. فبنستشهد على ان الوكيل بيعمل لمصلحه موكله بحديث مين؟ عروه البارقي. الصحيح هو القول الاول، وحديث عروة محمول على أنه كانت وكالته مطلقة. يعني دلوقتي في رأيين للإمام أحمد، في قولين للإمام أحمد، رأي أنه لا يجوز أن يبيع ملك غيره، ده الأولاني. الرأي الثاني بيقول لك يصح ويقف على إجازة المالك. أيهما أصح؟ الشارح للكتاب بيقول لك الصحيح هو القول الأول. طب حديث عروة نعمل فيه ايه؟ قال لك هو محمول على انه كانت له وكالة مطلقة، بدليل انه سلم وتسلم، وليس ذلك لغير المالك باتفاق. هو ما كانش بيبيع ملك غيره، ده كان مأذون له ايه؟ مأذون له بالوكالة. يعني هو فعل عروة هنا انه بيبيع ملك غيره بغير اذنه؟ لا طبعا، ده النبي وكله ان يبيع، والوكيل شأنه كشأن مين؟ الملك نفسه. وحديث عروة محمول على انه كانت وكالته مطلقة، بدليل انه سلم وتسلم، وليس ذلك لغير وليس ذلك لغير المالك باتفاق. كأن الوكيل هو المالك، يعني بيتصرف تصرف المالك. يجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه وإن كان كلبا معلما. الكلب المعلم اللي سموه كلب الصيد، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. الكلب المعلم إن قتل الصيد يصبح كذبيحة حلال. الكلب المعلم إن فعل نفس الشيء وأمسك على نفسه لا على صاحبه يعتبر ما قتل ميتا. طب بقول لك ما هو الكلب المعلم فيه وجه انتفاع أو كلب الحراسة، بس الحراسة لازم يحرس في حقل أو حظيرة أو فوق سطح، ما يكونش داخل البيت. حتى ولو كان في الكلب المعلم وجه انتفاع فإنه أيضا لا يجوز بيعه. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، وقال ثمن الكلب خبيث. الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، ولا غرم على متلفه لأنه لا قيمة له. وما يقال في الكلب يقال في الهر، برضه ممنوع بيع الهر القطط.
ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه، ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. الدليل على ذلك حديث لا تبع ما ليس عندك، صحيح رواه أبو داود. ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، لأنه لا قيمة لها وهي محرمة فأشبهت الميتة. ولا يجوز بيع ما نفعه محرم كالخمر والميتة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، رواه أبو داود وإسناده صحيح. وفي حديث جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ولا يجوز بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، ولا يجوز بيع معدوم كالذي تحمل أمته يعني من غيره، ما ممكن الأمة تبقى تحت سيدها، ممكن سيدها يجوزها. لأنه مجهول غير مقدور على تسليم. تم تقول مثلا: لا يجوز بيع الحمل، حمل أي حمل، مش لازم حمل الأمة يعني، بس الصورة معصرة عنده، هو مش معصرة عندنا. انتوا عارفين ان ما تحمله الشجر لا يجوز بيعه حتى يتم نضجه ويتم جمعه ووزنه، خشية أن تصيبه الآفة فلا يستطيع تسليمه، فهذا كبيع المعدوم. ولا يجوز بيع المجهول كالحمل لجهالته، ولا يجوز بيع الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. طيب إذا وصف نسميه إيه؟ نسميه بيع السلم. من أسلف، وفي رواية من أسلم يعني سلم فلوس، فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، نفي كل الجهالات، جهالة الوزن والكيل والأجل كمان. وانتوا عارفين بيع السلم في الأجهزة لا تكون إلا في الزيرو، يعني بيع السلم في تلاجة لازم تكون غير مستعملة، في غسالة لازم تكون معروفة الملكة والمقدار والسعة وأن تكون أول تشغيل ليه. ليه؟ لأن أنت هتسلم، لو جيت تبيع سلم في أجهزة مستعملة أنت هي في بالك حالتها 90%، ونيجي عند المعاينة لقاها حالتها 60%، يبقى حصل النزاع ولا ما حصلش؟ حصل. لذلك بيع السلم شرطه إيه؟ من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، فلازم من أن يكون الوصف كامل، ما يتحملش الغرر. فهو هنا بيقول لك: ولا يجوز بيع الغائب الذي لم يوصف. طب لا، إذا وصف يبقى اسمه بيع سلم، ولم تتقدم رؤيته، لأن الرؤية بتغني عن الوصف، صحيح؟
اه الرؤيه تغني عن الوصف. يعني اما اوصف لك حاجه ولا ما تشوفها بعينك؟ لما تشوفها بعينك ابلغ. ده ممكن اوصفها لك تقول لي لا الوصف طلع مش مطابق، انت ضحكت عليا، انت غشتني. قول له انا عندي درجه ليك، يعني ما مشيتش كتير، والتاني روح لقى الطرم صديه، مش كده؟ هذا في المستعمل، في المستعمل يعني الغرر يحصل فيه. ولا يجوز بيع معجوز عن تسليمه كالعبد الآبق والطير في الهواء والسمك في الماء، لأن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع، ولم يوجد القدرة على التسليم. ساعات الصياد يبقى معاه الشبكة يقول لك ايه الطرحة ديت في المية، يعني يطرح الشبكة في المية وانت ونصيبك تدفع كذا. ما ينفعش يجوز؟ ما ينفعش، لا يجوز. ممكن تطلع فاضية، ممكن تطلع ببسرياية، ممكن تطلع بكيلو سمك انت. فضربة الحظ ديت ما ينفعش في البيع والشراء، ضربة الحظ. وساعات كانوا بيعملوها الصيادين ولا يجوز اصلا. لو طلع فيها سمك كتير الصياد هيزعل، صح؟ ولو طلعت فاضية أوه. لا التاني اللي هيزعل، التاني اللي هيزعل. ولا يجوز بيع المغصوب لذلك إلا لغاصبه أو لمن يقدر على أخذه منه. أو لمن يقدر على أخذه لأنه يقدر على تسليمه. ولا يجوز بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه لجهالته. لما أقول له أنا بيع لك عبد من دول، ما ينفعش تقول له من دول، تقول له ده هو وتشاور له عليه. أو شاة من هذا القطيع، ممكن تكون خفيفة شوية تقيلة شوية، المهم تنتفي الجهالة تماما في البيع والشراء، لأن ذلك سيؤدي إلى النزاع. فإن تساوت أجزاؤه كقفيز من صبرة معينة صح. أنت عارفين صبرة من طعام يعني إيه؟ يقول له تشتري شوية الفاكهة دولت، هو شايفهم من غير وزن شروة كده، هبيعهم لك بكذا. التاني عينهم بعينيه وشافهم وقدرهم، يقول له ماشي. دي اسمها صبرة طعام، كومة من طعام، بيعينها بعينيه يقول له دي أنا بيعها لك بكذا، مش بالوزن ولا بالكيل، لأنها صارت معلومة بالرؤية، صارت معلومة بالإيه؟ بالرؤية. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابزة. في المتفق عليه لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم في فساد هذين البيعين، فما هي الملامسة وما هي المنابزة؟ الملابسة، الملامسة أن يبيعه شيئا ولا يشاهده على أنه متى لمسه وقع البيع. فيها غرر ولا مفيهاش غرر؟ زي اللي بيقول أنا هرمي لك الشبكة في المية زي ما تطلع، ما هو ما شافش حاجة، ما دام ما دار آخر ما إيه ما عينش ولا شاهد، وإيه متى لمسه يصير ديت. هو كان بيحصل بينهم كده، بس هذا النوع لا يجوز. طبعا الكلام ده الناس النهاردة أصبحت نصحة، ما بتقعش في الكلام ده. المتى لمسه. والمنابزة أن يقول أي ثوب نبزته إلي فقد اشتريته، يعني أنت حدف لي الثوب كده يبقى أنا خلاص اشتريته. هو كبير ولا صغير ومشي شكلها إيه، فخمة ولا مش فخمة. فأي حاجة بيع وشراء تبقى فيها ضربة حظ ما ينفعش، لا يجوز. وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابزة
ويطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. الاثنين مفتقدين النظر والفحص. وعلة المنع من ذلك كون المبيع مجهولا لا يعلم. وفي حديث يجمع الكلام ده كله، نهى رسول الله عن بيع الغرر. مش دي كلها صور من صور الايه؟ الغرر. بس ده حديث عام وده احاديث خاصة تفسير للغرر. ومن الغرر برضه الطير في الهواء والسمك في الماء والضرع واللبن في الضرع، واللبن في الضرع، كل دي فيها غرر وجهال. خلي بالك ان فيه غرر محتمل وفيه غرر مش محتمل. لما تشتري البيت انت مش شايف اساسه، صح؟ شفت الاساس؟ الغرر ده محتمل، ما تفتش فيه، هيقول لك كذا ماشي. حشو البدلة او حشوة البلطو شفتها؟ ما شفتهاش. السرير والدولاب والحجرات ديت مش لها حشوة؟ الضرر فيها محتمل، انت مش هتقعد تفتح كل حاجة وتخش جواه. ففي غرر تبقى تابع وفي غرر اصلي. ونهى عن بيع الحصى. روى مسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى، واختلفوا في التفسير. منها ان يقول ارمي هذه الحصى على اي ثوب وقعت الحصى فهو لك. هي اخت المنابذه واخت الملامسه بس بطريقة تالت، وكله غرر في غرر. وقيل هو أن يبيعه شيئا فإذا رمى بالحصى فقد وجب البيع. والعلة في ذلك، والعلة في فساد ذلك ما فيه من الغرر والجهالة، ولا نعلم في فساده خلافا. ونهى عن بيع الرجل على بيع أخيه. هذا النهي من أجل سلامة الصدور وبقاء الإخوة بين الناس. نهى عن البيع على بيع أخيه والخطبة على خطبة أخيه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع بعضكم على بيع بعض. يقول هو بعلك بكام؟ تقول له بخمسة، رجعها له وانا اجيب لك اختها بثلاثه. ينفع؟ ما ينفعش، لا يجوز. هو بهذا الفعل اوغر صدر مين؟ صدر اخي. وممكن مش نتيجه ذلك يحصل مشاحنه وخناقه وما لا تحمد عقباه، صح؟ ومعناه أن الرجلين إذا تبايعا، يعني تم البيع أو تمت الخطبة، فجاء آخر إلى المشتري فقال أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون الثمن الذي اشتريت به، أنت اشتريته بخمسة أنا هديلك بثلاثة، أو قال له أبيعك خيرا منها بنفس الثمن، أو عرض عليه سلعة أخرى، فكل هذا غير جائز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه، فيكون حراما. فإن خالف وعقد البيع فالبيع باطل لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.
ونهى أن يبيع حاضر لباد. الحاضر ساكن المدينة أو ساكن القرية، والبادي اللي جاي من البادية معاه بضاعة مش عارف أسعار السوق، فيقابله واحد في الطريق يغرر به وياخدها منه بأقل من الثمن. لو سابه نزل السوق هيعرف حقيقة الأثمان قد إيه. والبادي ها هنا هو من يدخل البلدة من غير أهلها، وما دام من غير أهلها ما يعرفش أسعار السوق شكلها إيه، سواء كان بدويا أو من قرية أخرى أو من بلدة أخرى. وفي معنى هذا قول ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان. الركبان اللي الناس اللي جايبين بضاعة محمولة على الإبل أو غير الإبل، وأن يبيع حاضر لباد. بيبيعاله بيه على صورة من صور التغرير. فقلت لابن عباس، قال روي الحديث لابن عباس: ما قوله حاضر لبادي؟ قال: لا يكون له سمسارا. ما يقولوش هات ما بيع لك، ما سمسار ايه؟ وكيل بالأجر. الشيخ نجيب المطيعي في المجموع بيقول: ما هي سمسرة ومتى يجوز السمسرة؟ السمسار وكيل عن البائع أو وكيل عن المشتري، وما يعملش نفسه وكيل عن الاثنين. لأن انت لو وكيل عن البائع بتعمل لحظ مين؟ البائع. لو انت وكيل عن المشتري بتعمل لحظ مين؟ المشتري. طب وكيل عن الاثنين ما ينفعش. هذا الوكيل اسمه سمسار. في ناس بتتخض من كلمة سمسار، صح؟ بتتخض منها. سمسار يأكل حرام؟ لا، ساعات يأكل حلال. امتى يأكل حلال؟ لما يكونش فيه كذب ولا تضليل ولا غش. ولا غش. الشيخ نجيب المطيع بيقول ايه بقى في المجموع؟ لما كانت الوكالة تجوز بغير أجر، مش هي مباحة بغير أجر، يجوز أن يشترط لها الأجر. يعني هي الوكالة عمل مباح ولا مش مباح؟ مباح. لو اشترط للوكالة أن يأخذ أجر ما فيش مشكلة، يبقى اسمه السمسار. شرطه لا يكذب ولا يدلس ولا يغش ولا يضحك على اللي بيوكله ولا يغرر به. فقال: لا يكون له سمسارا. طب هو نفى هنا أن يكون سمسارا، بس في حالة إيه؟ أن يكون حاضر لباد جاي مش عارف السلعة تمنها قد إيه في السوق. ما هو تلقى ليه في الطريق؟ ما سابوش ينزل السوق ليه؟ عشان يشوف حظ نفسه الأول هياكل إيه من وراء الحكاية دي. ما لو سابه نزل في السوق وقال له أنا وكيلك في البيع ما فيش مشكلة، بس لما نزل السوق التاني عمل إيه؟ عارف سعر الحاجات والحاجة اللي معاه ديت ما هي قيمتها اللي هيبيعها اللي هيبيع بيه. روى مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يابع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. والمعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي أو ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص وتوسع عليهم السعر. ما ممكن السمسار ده ياخدها ويغلي سعرها فين؟ في السوق عشان حظ نفسه، فهو كده منع الناس حظهم من أجل حظ نفسه. فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع أن يبيعها إلا بسعر البلد ضاق على أهل البلد فيضر بهم. ما هو يضر بالأهل البلد، يضر بمين؟ بصاحب السلعة.
فنهى عنه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية تانية عن الإمام أحمد بتقول إنه يصح، وأن هذا النهي اختص بأول الإسلام، ولكن الرأي الأول هو المذهب لعموم النهي. يعني القول الأولاني هو عليه مذهب الإمام أحمد وهو الأصح. ويشترط لعدم الصحة 5 شروط: أن يحضر البدوي لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا سعرها ويقصدها الحاضر وبالناس حاجة إليها، يشترط لعدم الصحة 5 شروط: أن يحضر البدوي لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا سعرها ويقصدها الحاضر وبالناس حاجة إليها، وإنما اشترط ذلك لأن النهي معلل بالضرر الحاصل من الضيق على أهل مصر وإغلاء أسعارهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ولا يحصل الضرر إلا باجتماع الشروط 5. أول هذه الشروط 5: أن يحضر ليبيعها بسعر يومها، فأما إن أحضرها وفي نفسه ألا يبيعها رخيصة فليس في بيعه له تضييق. الشرط الأولاني بيقول أن يحضر البادي لبيع سلعته، فأما إن جاء بها ليأكلها أو يخزنها أو يهديها فليس في بيع الحاضر له تضييق على أحد، لأنه ما فيهاش بيع أصلا، فليس كل إحضار لبضاعة يأتي بها البادي مقصود بها البيع، قد يأتي بها ليخزنها أو يهدي بها أناسا أو يستعملها هو أو يأكل منها. الشرط الثاني: أن يحضر ليبيعها بسعر يومها، فإن أحضرها وفي نفسه أن لا يبيعها رخيصة فليس في بيعه له تضييق، تضييق على الناس يعني. الثالث: أن يقصده الحاضر، فإن كان هو القاصد للحاضر يجوز، ما ساعات الحاضر يقصد يبيعها أو أن البادي هو الذي يقصد، فإذا كان البادي هو الذي يقصد للحاضر أن يبيعها خلاص ما فيش ملام عليه يعني، لأن التضييق حصل من الحاضر من البادي لا من الحاضر. الشرط الرابع: أن يكون الذي جاء من البادية جاهلا بالسعر، وهي العلة كلها أن يكون جاهل بالسعر فيتحكم السمسار بالسعر، فإن كان عالما بسعرها لم تحصل التوسعة بتركه لبيعها للناس، لأن الظاهر أنه لا يبيعها إلا بسعرها. الشرط الخامس: أن يكون بالناس حاجة إلى سلعته كالأقوات، لأن ذلك هو الذي يعم الضرر بغلو سعره القوت. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. واحد شايف البائع بيبيعها ب5، شايف المشتري هيشتريها ب5، يقول لا عليا انا ب7 عشان التاني، وانت مالك انا هاخدها ب7، يقوم مطببه فيها يعني. هو مش ناوي مين؟ مش ناوي يشتري، ده ناوي يعمل ايه؟ ناوي يغلي السعر على الزبون، ويحصل هذا بالتواطؤ مع مين؟ مع البائع.
النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليقتضي به من يريد شراءها، يظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه فيغتر بذلك، يقول له أنت خدتها بكام؟ بخمسة؟ لا عليا بسبعة. فالتاني يظن قيمتها سبعة، فهذا خداع وهو حرام. وورد في ذلك حديثين، ورد في ذلك حديثان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، وفي حديث آخر ولا تناجشوا، ونهى عن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة. انت عارفين بقى كان في دراهم ودنانير ذهب وفضة، هو بيتكلم عن العملة الصعبة مش الورق بتاعتنا يعني. او يقول بعشرة نقدا او عشرين نسيئة، فهذا لا يصح، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهو حديث صحيح، ويحتمل أن يصح بناء على قوله في الإجارة. طيب التفسير ده من اللي قاله؟ الحديث بيقول إيه؟ قلناها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فيجي سماك بن حرب اللي هو روي الحديث يفسره بهذا التفسير، أن يقول السلعة دي بعشرة نقدا أو عشرين بالتقسيط. ابن القيم بيقول الرواية دي على العين وعلى الرأس، لكن تفسير الراوي لهذا الحديث بهذا الكلام احنا مش هنقبله. ليه؟ الكلام ده موجود في أعلام الموقعين. قال لك لأن السلعة معروضة بعشرة وبعشرين ولا تباع إلا بسعر واحد، يا إما بعشرة يا إما بإيه؟ بعشرين. فهي بيعت بأحد السعرين، ما تباعتش مرتين. أمال الحديث يقصد إيه؟ لو أنت بتناقش ابن القيم تقول الحديث يقصد إيه؟ يقول لك الحديث بيقصد بيعة اتباعت مرتين. اتباعت مرتين إزاي؟ قال لك بيعتين في بيعة. أقول لك صورتها إيه؟ صورتها بيع العينة. ففصل الحديث ده ببيع الايه؟ ببيع العينة. اللي جاء في حديث رواه ابو داود اذا تبايعتم بالعينة واخذتم بالزرع واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تعودوا الى دينكم. فما هو بيع العينة؟ بيع العينة انت مش لاقي حد يسلفك وعاوز فلوس، تقوم رايح اللي بتاع كاوتش، انت ما عندكش عربية اصلا، وتقول له الاربع فرد دول بكام؟ يقول لك بألف وتمنمية كاش. وقسط بكام؟ يقول لك بألفين. هيقول له خلاص انا اشتريتهم بألفين، اكتب علي الوصولات والكمبيالات كل شهر هسدد كذا 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 الألفين جنيه، تشتريهم بقى أنت مني وتديني 1800؟ الكاوتش اتباع مرتين، مرة اتباع بالقسط بـ2000 وفي نفس اللحظة ما تحركش من مكانه اتباع كاش بـ1000 وإيه؟ 800. طب أنت بتضحك على مين؟ بتضحك على نفسك، لأن أنت في الحقيقة عملت إيه؟ في الحقيقة أخدت 1800 وسددتهم 2000. طب ايه لازم تتكوتش بقى في السكه؟ انت ما عندكش عربيه اصلا، تضحك على مين؟ لك اصل انا بعت واشتريت. بيسمى حرق السلعه. بيسموها ايه؟ حرق السلعه. فهذه من الحيل. يقول بعت واشتريت، ابن تيميه بيقول ايه؟ يقول بعت واشتريت هو ما باع وما اشترى، انما هو في الحقيقه اخذ كاش ورده قسط فلوس، خد فلوس وردها فلوس في الحقيقة.
هذه تسمى التورق لواحد تاني. ابن القيم في أعلام الواقعين بيقول لك لما يكون ما بين اثنين تبقى حرام، لما تبقى في طرف ثالث تبقى حلال. والبعض جوزها عشان الطرف الثالث، البعض يعني ترخصا في بعض ايه، قال لك احنا يعني عشان نسهل على الناس نقول لو باعها لطرف ثالث ماشي عشان هو مش لاقي حد يديله فلوس. هذه المساله بنسميها التورق، الحصول على الورق، حصول على الفلوس يعني. لو باعها لطرف ثالث ابن القيم سماها التورق. هذه المعامله اللي هي اسمها التورق منع منها عمر بن عبد العزيز والامام احمد وابن القيم وابن تيميه. الأربعة دول منعوا منها، قالوا يعني لما زاد نفر زيادة هي إن هي نفس المعاملة ولا اختلفت؟ فلما في بيع العينة بيعت السلعة مرتين سميت بيعتين في بيعة، اللي هي بيع العينة فعلا بقت مرتين، مرة كاش ومرة قسط. لكن البيعة لما بيعت بأحد السعرين يا اما تاخدها كاش يا اما قسط، اتباعت بايه؟ بيع واحد بسعر واحد. لو اتباعت على 6 أشهر ب10 قروش لازم يندفع فيها 10 قروش في المده المعلومه. ما يجيش عند السداد يقول له طب زود لي المده وزود لك الفلوس، ما ينفعش. يبقى هندخل في الايه؟ هندخل في الربا. ما يقول له زود لي المده وزود لك الفلوس ما ينفعش، لانها انعقدت على سعر واحد ما ينفعش تتغير تاني. بتيجي بقى مسألة فرعية من دي تقول له ايه؟ ضع وتعجل، زود المدة وزود لك الثمن، قلنا ممنوع عشان ربا، والربا معناها الزيادة. لكن مسألة ضع وتعجل ابن عباس وابن تيمية قال يجوز خلافا للإمام مالك. لأن ضع وتعجل يعني ايه؟ يعني 6 أشهر على 6 أشهر ب10، طب خليه على 3 أشهر وننزل. قال لك التنزيل مش مشكلة، المشكلة في الزيادة. التنزيل مش مشكلة، المشكلة في الايه؟ في الزيادة ليس في التنزيل. ففي مسألة زود وزود، واللي مقابلها وموجودة في كتاب فقه السنة ضع وتعجل. زي واحد خدها بالقسط قال لقيت الثمن كتير عليا، ما تدهني كاش وديك تمنها دلوقتي كاش كاش ما فيش مشكلة. ما هو وضع ولا زود؟ وضع. المسألة اللي بعديها، وقال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. ايه الفرق ما بين تلقي الجلب وتلقي الركبان وما بين تلقوا السلع حتى يهبط بها السوق؟ ما هي هما الاثنين معنى واحد واللفظ مختلف. انت ما تقرا في الشرح هنا هتلاقي لا تلقوا السلع ما تقابلوش وتشتري منه بالبخس، لكن اللي فاتت لا تكون له سمسار. نهى ان يبيع حاضر لباعي للبادي، معناها ان يكون يبيع مش يشتري، خدت بالك؟ يبيع حاضر لبادي يعني يكون له سمسار، هياخد منه ويبيع له. احنا قلنا الوكاله باجر اسمها سمسار. الصوره اللي فاتت ان يبيع حاضر لبادي اللي هو السمسار. طب المساله ديت والا كان هيبقى بيكرر بقى؟ لا هنا مش بيكرر. وقال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الاسواق، رواه البخاري. وروي انهم كانوا يتلقون الاجلاب فيشترون منهم الأمتعة. هنا فيشترون مش ياخدوا لهم يبيعوا لهم، لا هم اللي بيشتروا قبل أن يهبط بها الأسواق. طبعا اللي جاي مش عارف سعر السوق قد إيه وعنده عماية بالسعر، فربما غبنوهم غبنا بينا، لأن التاني مش عارف سعر السوق فيقوم اللي قابله في السكة يشتري منه يغبنه غبنا بينا فيضروا بهم، وربما أضر أيضا بأهل البلد. لأن الركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم بعد معرفة سعر السوق، بعد معرفة سعر السوق.
وهؤلاء الذين يتلقونهم لا يبيعون سريعا ويتربصون به السعر، ياخذ البضاعة بسعر قليل وياخذها يعينها على ما السعر يعلى عشان يكسب فيها اكتر، مع حاجة الناس الى السلعة، وهذا يعني بيسمى الاحتكار، بيسمى ايه؟ النبي قال لا يحتكر الا خاطئ. من هو المحتكر؟ اللي بيخزن السلع عشان ياكلها هو وولاده؟ لا، مش ده. اللي بيخزنها مع حاجة الناس إليها. ما في واحد بيخزن مع وجود السلعة متوفرة عشان ياكلها أو عشان خاطر أي حاجة تانية، لكن يخزنها والناس منتظراها ومستنياها وبحاجة إليها، هذا هو الاحتكار. وهؤلاء الذين يتلقونهم لا يبيعون سريعا ويتربصون به السعر، يعني يخزنوا لحد ما السعر يعلى مع حاجة الناس إلى هذه السلع. فهو في معنى بيع الحاضر للبادي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد قال ولا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لبادي. فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق وعرف حقيقة السعر فهو بالخيار، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح، لأن النهي لا لمعنى في البيع، بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار، فأشبه بيع المصراه. ما هي المصراه؟ واحد عنده بهيمة عاوز يبيعها، فيقوم يربط الضرع بتاعها، يمنع حلبها يوم واثنين وثلاثة واربعة، يتخزن فيها الايه؟ اللبن. فيروح بقى السوق، بقى الضرع مليان لبن، المشتري يظن ان اللبن ده بيجي كده كل يوم، كل يوم بتجيب لبن قد اللي في الضرع ده، يحلبها استنى بقى لحد ما يجي لك لبن تاني. غشه، نوع من انواع الغش. المصراه نوع من انواع الغش. فساعات يربط الاخلاف بتاعتها عشان تخزن اللبن ما ينزلش، وساعات يعمل حاجات مش كويسه، يعني هذا بيضر بالبهيمه، انها يمنع حلبها ايام متعدده بيضر بيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. روى ابن عمر قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤووه إلى رحالهم، لازم يستلم السلعة وينقلها عشان خاطر يبقى مالكها يعني صح. وقال عليه الصلاة والسلام من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. أضرب لك صورة معاصرة، واحد عاوز يتاجر، يقوم يقول للزبون روح نقي البدلة اللي انت عاوزها، ماشي، ويروح معاه المحل يقول له نقيت؟ اه نقيت. شاور اللي عليها، اهي تمنها كام؟ قوم دافع له تمنها. دافع له 100، هياخدهم كام؟ 120 130. دي صورة بيع وشراء، مش صورة بيع وشراء. امتى تبقى صورة بيع وشراء؟ لما يشتريها وينقلها عنده وبعدين يعرضها للبيع. ليه؟ لان الخطوه اللي جايه هيقول له تعال اشتري لي الحاجه الفلانيه من محل فلان، يقول له والله بس انا مجنون والوقت ضيق، الفلوس اهي، هات اللي يعجبك وبقى هات الفلوس بعدين. دخلنا في الايه؟
ما هي خطوة خطوة. الربا حيلة، الحيل كتير. فهو بيمنع من هذه المعاملة حديثين: لا تبع ما ليس عندك، لا ربح فيما لا يضمن. المعاملة دي غلط ليه؟ لحديثين: لا تبع ما ليس عندك، والنبي قال كده، والصحابة حتى قالوا حتى ينقلوا. يعني ايه لا ربح فيما لا يضمن؟ الشيء الذي لا تتحمل انت ضمانه لا يجوز لك الربح فيه. هو لما راح دفع له ثمن البدله في المحل اللي بيبيع، هو تحمل ضمان السلعه ديت ولا تحمل ضمانه ولا حاجه؟ ما المرابي بيكسب من غير ادنى مخاطره. المرابي بيكسب بدون ادنى ايه؟ مخاطره. لا استلم بضاعه ولا نقل بضاعه ولا حطت بضاعه، مش كده؟ دي كلها مخاطرات، مش دي كلها مخاطرات؟ فبدون أي مخاطرة المرابي بيكسب، لكن البائع والمشتري بيتحمل مخاطرات، مخاطرة الاستلام ونقلها وتخزينها وعرضها، ممكن تتباع ممكن ما تتباعش، مش كده؟ هو ده التاجر. المرابي قاعد مفيش مخاطرة خالص، خد فلوس هات فلوس. ده الفرق بين الاثنين. عشان تعرف الحكمة من ان النبي قال كده ليه؟ قال لا تبع ما ليس عندك ليه؟ لان ده مرحلة بعد كده هتديله الفلوس وقوله تقول له اشتري اللي انت عاوزه، وبقى هات سدد على ما تم الاتفاق عليه. من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤوا إلى رحالهم. يعني أنت اشتريت الحاجة في المكان ده ما تبعهاش وهي لسه محطوطة في مكانها حتى تستلمها وتنقلها. ولمسلم عن ابن عمر قال: كنا نشتري من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. الكلام ده بيمنع من وجود الحيل. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه. باب الربا. الربا في اللغة الزيادة. قال تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وفي الشرع الزيادة في أشياء مخصوصة، وهو محرم بقول الله تعالى: وحرم الربا. وفي السبع الموبقات منها وأكل الربا. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. أجمعت الأمة على أن الربا محرم، والأعيان المنصوصة على الربا فيها ستة. خلي بالك أن فيه ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة مال بمال بينهم أجل وزيادة، مال بمال بينهم أجل وزيادة ربا نسيئة، معروف كل الدنيا عارفاه من أيام الجاهلية لحد النهاردة معروف. أمال إيه ربا الفضل ده؟ ربا الفضل صور من صور البيع تكون ذريعة إلى الربا ومدخل. وكثير من الناس لا يفقهون المحرم لغيره أو المحرم سدا للزريعة ويستغربونه وما يعرفش حقيقته ولما منع منه إلا العالم وطالب العلم. إلا العالم وإيه؟ وطالب العلم. هو يعرفهم لماذا ليه ده محرم لذاته وده ليه محرم لغيره أو سدا للزريعة. يعني مثلا النظرة المحرمة إلى النساء والخلوة
والاختلاط والسفر من غير محرم، أليست هذه ممنوعات؟ القصد من وراء ده الكلام ده ايه كله؟ ها؟ لإيه؟ للزنا بالظبط. وفي الربا منع من بيع العينة كحيلة. فهناك بيوع ستؤدي إلى، فالناس تستغرب إيه اللي فيها، تقول له سد للذريعة لأنها بتمنع. ما هي الأصناف الستة؟ صنفان منها طعام، صنفان منها ذهب وفضة، وبقية الأصناف مطعومات. أشد، لماذا المطعومات؟ لأنها القوت، والناس أشد حاجتهم إلى الإيه؟ إلى القوت. لما أقول الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، طب افرض اشتريت ذهب بأكثر من ثمنه، الزريعة ايه؟ الزريعة انه لو دخلوا الأجل هيبقى ربا، صح؟ لو دخل بينهم أجل هيبقى ربا. فقال لك الذهب بالذهب مثلا بمثل، لو كانت عملية دي ايه؟ لو كانت عملية بيع. والبيع بخلاف الإقراض، البيع عقد معاوضة، والإقراض عقد معونة وإحسان. أنت لما بتقرض إنسان بدك منه إيه؟ ما في، بدك حسنات من ربنا بس، مش كده؟ فالقرض عقد معونة وإرفاق، معونة للغير وإرفاق به. والبيع والشراء عقد معاوضة، فيجوز في عقد الإرفاق ما لا يجوز في بيع إيه؟ المعاوضة. فقال لك لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ويدا بيد. طب لما حصلش مثلا بمثل وبقى في تفاضل، تفاضل مع وجود الأجل، دخلنا في الربا. عرفت يعني سد الذريعة؟ بانت. والفضة بالفضة. طيب لو ذهب بذهب يبقى مثل بمثل يدا بيد. طب لو فضة بذهب، الفضة بالذهب منهم تباين، منهم ايه؟ تباين. فيكون مش مثلا بمثل بقى، هيكون يدا بيد. فاللي بيتعامل مع الصرافة وبيغير ريالات بجنيهات او جنيهات بدولارات زي اللي بيغير ذهب بفضة، يشترط فيه ايه؟ يدا بيد. هتقول فيه تفاوت، نقول لك التفاوت طبيعي، هذا التفاوت طبيعي ما بين الذهب والفضة، والتفاوت طبيعي ما بين الدولار والجنيه. الدولار بسبعة جنيه ولا بستة، مش ده تفاوت طبيعي؟ بس شرطه هنا ان يكون ايه؟ يدا بيد. طب لو دخلنا الاجل ممكن يزود عشان الاجل، مش عشان الفرق الطبيعي. يبقى دي، يبقى سدينا الذريعة. سدينا الذريعة. فالاصناف لو كانت ذهب بذهب يبقى مثل بمثل ويدا بيد، يعني كاش، مفيش اجل ما بينهم. طب لو قلنا ذهب بفضه يبقى لازم يدا بيد. في تفاوت، في تفاوت، خدت بالك؟ ال 2 جنيه بريال، بريال سعودي، تقريبا. هتقول لي 198 و100 مش عارف ايه يعني. كذلك التمر بالتمر مثلا بمثل ويدا بيد، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح. فمن زاد او استزاد فقد اربى. بيعوا الذهب بالفضه كيف شئتم، لان في تفاوت طبيعي ما بين الذهب والفضه. يعني الدينار كان يعمل، الدينار كان يعمل كام درهم؟ 12.
الدينار كان بيعمل 12 درهم، لذلك قطع يد السارق كانت في ربع دينار كام درهم؟ 3 دراهم. العلماء قالوا كده يعني. ففي تفاوت طبيعي ما بين الذهب والفضه، لكن شرطه ان يكون يدا بيد. انت ممكن تدخل الاجل ما بينهم وهتزود، مش عشان خاطر الفرق الطبيعي، هتزود عشان ايه؟ عشان الاجل، يبقى دخلنا في الربا. فلذلك قال لك اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد، لان في تفاوت طبيعي ما بين الشعير والتمر، وبيع البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد. الحديث رواه مسلم. لكن إذا بعنا مطعوم بذهب يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه الأجل، صح ولا لا؟ يجوز فيه التفاضل والإيه؟ الأجل، إذا كان دراهم بمطعومات. زي احنا بنقول لو قلنا بيع التقسيط في زيادة، في زيادة، أنت بتشتري سلعة مش فلوس بفلوس. ولا يجوز بيع مطعوم بجنسه، ولا يجوز بيع مطعوم بجنسه إلا مثلا بمثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. ماشي، هتصلوا؟ ماشي، نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.